فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صح أن خازن الجنة اسمه رضوان، وأن مالكا خازن للنار؟ نعم، هذا في القرآن: يا مالك، فقالوا يا مالك اقضي ادعو لنا ليقضي، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، سماه الله مالكا، هذا خازن النار. وأما ملك الجنة فهذا ثبت في السنة أنه رضوان. نعم.